مسؤول الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني في رام الله الأستاذ أمجد النجار. أهلا بك أستاذ أمجد. أستاذ أمجد، يعني بالنظر لما يحدث في قطاع غزة وأيضا من تضييق على الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وما يتم من انتهاكات وأيضا استفزازات للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، اليوم كيف يتعامل نادي الأسير مع كل هذه المجريات وأيضا الأسرى في سجون الإسرائيلية؟ هل من يعني تصرفات يقوم بها الاحتلال ضدهم؟ يعني منذ أن أعلنت حالة الطوارئ من قبل ما يسمى وزير جيش الاحتلال جالنت، الأمور تغيرت داخل سجون الاحتلال. الآن الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون تعيش فترة ما قبل الثمانينات، فترة السبعينيات، حيث تم مصادرة كل الأجهزة الكهربائية من داخل الغرف، حتى الأغطية لم يبقوا للأسير سوى غطاء واحد، حتى ثلاجات المياه الكولر التي يتم شراؤها من الكنتين حتى يشربوا الماء تم مصادرتها، توزع المياه عليهم تباعا بين فترة وأخرى، حتى الطعام الذي يقدم لهم يقدم مرة واحدة في اليوم عبر السجناء الجنائيين. طبعا هذا كان في السابق مرفوض، والأسر الأمنيين هم من يتولون الطعام وتجهيز الطعام وتوزيعه على الغرف. أضف إلى ذلك أن إدارة السجون أبلغت الأسرى قبل فترة بتحويل السجون إلى مسؤولية جيش الاحتلال، وهذا أمر خطير جدا، بحيث أن الأمور أصبحت الآن في محط المواجهة الحقيقية. محاولات استفزاز للأسرى داخل الغرف وداخل الأقسام من أجل أن يكون هناك أي إشكال حتى يقوموا بالاعتداء عليهم، لا يسمح لهم بالخروج إلى الفورة بالمطلق، تم تعطيل التلفاز داخل جميع غرف الأسرى في كافة السجون، تم التشويش على الإذاعات المحلية أو الإذاعات بشكل عام، يعني هناك الراديو الصغير الذي يمتلكه كل أسير من الكنتين يستطيع من خلاله سماع الأخبار وما إلى ذلك. طبعا هذه بعض الإنجازات التي حققها الأسرى خلال فترة النضال من خلال الإضرابات المفتوحة عن الطعام، تم سحبها بالكامل. الآن الأسرى يعيشون ظروفا صعبة، لا يسمح للمحامين بزيارتهم أو الالتقاء بهم، لا نعرف أي معلومات عن الأسرى المرضى في عيادة الرملة، وتحديدا من يتلقون الإشعاع الكيماوي والأغذية الكيماوي والأدوية الكيماوية في مستشفيات أمراض السرطان، أو من يتلقون غسيل الكلى أو أمراض القلب، أو من كان لهم مواعيد لإجراء عمليات جراحية. حتى موضوع الأسير وليد دقة لا نعرف أي معلومات عنه، وكذلك الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 72 يوم كايد الفسفوس. الوضع داخل السجون صعب جدا، المياه لا تتوفر بالشكل المطلوب داخل السجون، حتى مياه الاستحمام تم تحديدها لساعة واحدة في اليوم فقط لا غير، في كل غرفة يتواجد بها من 6 إلى 8 أسرى. طبعا هذا أمر خطير جدا في ظل انشغال العالم والجميع في المعركة الدائرة الآن بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، يحاول الاحتلال الاستفراد في السجون. طبعا الأسرى متيقظين لما يحدث، وهم يعلمون جيدا أن هناك محاولات لاستفزازهم، هم يحاولون ضبط أعصابهم حتى. أستاذ أمجد، يعني هل هناك قدرة على التواصل مع الأسرى الآن في سجون الاحتلال بالنظر يعني لكل إجراءات العزل والتعتيم على الأخبار إن كانت تصل إلى يعني سجون الاحتلال؟ أنتم يعني هل على مقدرة مع التواصل مع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال؟ يعني التواصل صعب جدا، ولكن يعني عبر الأسرى الذين يتم إحضارهم إلى محاكم الاحتلال، محكمة عوفر ومحكمة سالم، يستطيع المحامون معرفة بعض القضايا التي حدثت داخل السجون. إضافة يعني هناك تواصل من خلال بعض الأسرى الجنائيين الذين يحق لهم التواصل هاتفيا، ممكن الوصول إلى بعض المعلومات. أما مثل السابق المعلومات مقطوعة بالكامل، يعني أنا كل دقيقة أتلقى اتصال هاتفي من عائلات الأسرى، من أمهات الأسرى، من زوجات الأسرى، من أبناء الأسرى، قلقين على حياة أبنائهم. منذ 7 أيام لا يوجد أي معلومات عنهم بشكل كامل. الوضع خطير جدا، نحن متخوفون أن لا تتكرر جريمة ديفيد السينح في سجن النقب عام 88، عندما كانت السجون تحت مسؤولية الجيش وأقدم على إعدام أسيرين في وسط النهار وفي وسط الأقسام لأسعد الشوى والسمودي.
الآن الأمور داخل السجون معرضة في أي لحظة أن نسمع أخبارا سيئة جدا، لأن المحاولات استفزاز من قبل السجانين واضحة جدا. الدخول يعني قبل يعني يوم أو قبل يوم كان هناك يعني هجوم من قبل قوات السجون على الأسرى، الآن يدخلون على الأقسام وهم مدججون بالسلاح ورشاشات الغاز وأيديهم على الزناد، طبعا ضمن التفاهمات التي كانت تتم بين قيادات السجون وإدارة سجون الاحتلال في المعارك السابقة. كان هناك اتفاق وتفاهمات أن لا يتم إدخال السجانين وهم يحملون البنادق أو رشاشات الغاز، وكان هناك أن لا يتم الاعتداء عليهم وما إلى ذلك. الآن في كل وقت للعدد الاصفراء عندما يدخلون إلى الأقسام والغرف يكون هناك يرافق للضابط الذي يقوم بالعدد ما يقارب 30 إلى 35 جندي من قوات المفسدة واليماز والمفسدة. هؤلاء يدخلون مدججون بكل أنواع الأسلحة تحسبا لأي شيء ممكن أن يحدث. هذا أمر خطير جدا، ونحن أبلغنا الصليب الأحمر الدولي وأبلغنا كل الجهات المعنية أن ما يحدث داخل السجون هو استفراد بالأسرى ومحاولة للنيل منهم بطريقة وحشية وإجرامية. شكرا. إذا كنت معنا من رام الله مسؤول الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ أمجد النجار، شكرا جزيلا لك.